احلى صباح لكم مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه يوم الثلاثاء من شمس البحرين. طبعا امس انا ما شفتك ايمان، فاقول لك كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بخير وصحه وسلامه اكيد احمد، وحب اهني المشاهدين بالسنه الجديده واقول لهم كل عام وانتم بخير، وهالسنه ان شاء الله بتكون سنه تحقيق الاحلام والاهداف. ودعنا 2017 يمكن بالذكريات الحلوه والمره، لكن اكيد نستقبل 2018 بكل تفاؤل وحب وايجابيه. من برنامج شمس البحرين اصبح عليكم، وننتقل عشان نشوف ابرز فقرات حلقتنا اليوم ونرجع لكم. مدينة تلتحف بالأحمر، تفتح أبوابها كل صباح لتحتضن سكانها. مدينة تسمى المنامة. قدرت الكوتش منى البلوشي أنها تغير حياة إنسان وتحقق من خلالها ذاتها، وتشوف إنجازها يعطي المجتمع ويأثر في الآخرين. حياكم الله مشاهدينا في فقرة كشخة الأسبوعية. هالأسبوع راح نتعرف أنا وياكم مع صاحبة محل جيزيا لولو مال الله على تنسيقات وأساسيات الملابس المناسبة للدوامات. ومن بعد ما شفنا لمحات من حلقة اليوم، خلينا ننتقل إلى الصحف والأخبار المحلية، وبدايتنا بتكون مع خبر من صحيفة الوطن، حيث عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن الأثنين بعد زيارة أخوية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. نعم إيمان، وننتقل إلى ثاني أخبارنا اللي رصدناه من صحيفة أخبار الخليج. استقبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بمكتبه المهندس أحمد غازي الكوهجي رئيس قسم التخطيط ودراسات المرور بإدارة التخطيط وتصميم الطرق بالوزارة، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية بجامعة البحرين. نعم، ومن صفحات أخبار الخليج ننتقل إلى صفحات الوطن. أكد العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور، وانطلاقا من حرصها على سلامة كافة مستخدمي الطريق، ستطلق حملة توعوية موجهة بشكل رئيسي لسائقي الدراجات النارية والدراجات الهوائية في ظل خطورة المخالفات المرتكبة والإصابات التي قد يتعرض لها السائق، خاصة الذي لا يلتزم بارتداء الخوذة والملابس الخاصة التي تحميه من تداعيات الحادث المروري والإصابات البليغة الناجمة عن عدم التزامه. يعني أكيد أحمد، إحنا نتمنى لجميع المشاهدين وجميع طبعا سائقي الدراجات الهوائية والنارية الالتزام بهذه التعليمات حفاظا على سلامتهم. نعم، وإلى رابع أخبارنا واللي يقول تتجه لجنة التحقيق النيابية حول الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية إلى استجواب وزيرة الصحة، وتأتي عملية الاستجواب بناء على لقاءات وزيارات أعضاء اللجنة الميدانية لعدد من المستشفيات الحكومية، والتي تتواكب مع عملها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتحقق من نقص الكوادر الطبية وشح الأدوية. نعم، وإلى آخر خبر في هذه الجولة الصحفية، طور علماء صينيون نوعا جديدا من البطاريات يمكن شحنها خلال ثانية واحدة فقط، وقال العلماء أن البطارية الجديدة تبقى على 91% من قدرتها التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية. يمكن احنا هاي خبر يفيدنا احنا اللي دائما نستخدم البطاريات بجميع أنواعها. صحيح، ومثل ما نعرف اليوم طبعا إيمان مباراة البحرين راح تكون ضد عمان، ونتمنى أكيد لمنتخب البحرين كل التوفيق في هذه المباراة، وإن شاء الله الفوز إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أكيد نتمنى كل التوفيق حق الأحمر، وأيضا أكيد يعني نقول حق المشجعين اللي رايحين يزورون أكيد منتخبنا الوطني، هلا هلا يعني إحنا موجودين في البحرين، لكن أكيد أنت والخير والبركة. نعم، وإن شاء الله فالنا الكاس بإذن الله، كأس الخليج إن شاء الله معاهم كل تأكيد. أكيد يمكن أحمر الحلو بعد في الموضوع إنه في شاشات سينما ستخصص. صحيح، بنقل هذه المباريات، فالكل اليوم راح يكون مترقب هذه المباراة، وإن شاء الله فالهم التوفيق. وجميل بأن هنالك دعم حكومي وأيضا من الجهات طبعا الخاصة. صحيح، اللي ودت طبعا العديد من الأفراد إلى الكويت. نعم، تجهيز الطائرات. نعم، الخاصة لنقل المشجعين. بالفعل. أكيد مشاهدينا، هذه كانت أخبار صحفنا ليوم الثلاثاء، وخلنا ننتقل لأولى فقراتنا مع الصحة والأسنان. قد يتعرض طفلك في أي مرحلة من عمره للسقوط أو الصدمات أو اللكمات وحوادث مختلفة ينتج عنها رضوض الأسنان أو اللثة وأحياناً محيط الفم والوجه، وينصح الأطباء بضرورة تلقي العلاج الفوري وعدم التأخير. قبل ما نتوسع في هذا الموضوع، خلنا نشوف هذا التقرير وراجعين مع ضيفتنا في الاستديو. Thank you.
ممكن أن يتعرض الأطفال لحوادث كثيرة بسبب نشاطهم وحبهم للعب، مثل الكدمات أو الضربات أو الرضوض اللي تصيب منطقة الفك والأسنان، مثل تكسر الأسنان أو نزيف اللثة. في هذه الحالة يجب على الأم التصرف بشكل صائب واستشارة الطبيب بشكل فوري علشان ما تتسبب مستقبلاً في حدوث أمراض أو تشوهات للطفل. ففي حال فقدان الطفل لأحد أسنانه، فالأسنان المجاورة تنزاح من مكانها باتجاه المساحة الفارغة، وراح يكون من الصعب للسن الدائم بالظهور بشكل سليم في مكانه مستقبلاً. لتفاصيل أكثر عن كدمات الأسنان وطرق علاج أطفالنا حال التعرض لأي إصابة في الأسنان، معنا الدكتورة أسماء السيد عبد الحميد، استشارية طب وجراحة أسنان. صباحك الله بخير، يا هلا مرحبا. صباح الخير، أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيك. يعني دكتورة، مثل ما نعرف بأن الطفل في أي وقت ممكن يتعرض للحوادث وأيضا للسقوط لأسباب متعددة، نبي نتعرف على أهم المشاكل اللي قد يتعرض لها الطفل جراء هذا السقوط وأيضا هذه الحوادث. هو يعني إن شاء الله ربنا يحفظ أطفالنا كلهم. عادة الأطفال بيطيحوا أو بيقعوا في التمرين أو في المدرسة، نعم، أو في اللعب وهم بيلعبوا، نعم. فبيجي يعني بيجي الطفل في يعني البيرنتس بيجيبوا الطفل في أوضاع عديدة، يعني ممكن، نعم، يكون مثلا حصل شرخ في السن، ممكن يكون مثلا حصل كسر كامل في السن، ممكن يحصل كسر داخلي، ممكن كسر خارجي، ممكن يحصل قطع في الشفة، ممكن السنة كامل تقع وتطيح، يعني بيجي أشكال مختلفة. أهم حاجة يعرفوا إزاي يتصرفوا، يعني الأب والأم، المدرس وكابتن التمرين. يمكن خلينا أسألش دكتورة هاي السؤال، يمكن أغلب أولياء الأمور مثل ما ذكرتي ما يعرفون يتصرفون في هذه الحالة أو يتوترون يرتبكون، شو لازم يكون التصرف الصحيح من قبل أولياء الأمور لما يشوفون عيالهم في هذه الحالة؟ والله أهم حاجة keep calm، يهدى، شوف ابنك، شوف الوجه كامل، هل في مثلا اي قطع اي حاجه، قطنة او شاش، وقف الدم اللي نازل، وبعدين شيك اذا كان في سن وقع او جزء وقع او كده، حط السن او السن الكامل او الجزء اللي اتكسر في ميه او في لبن او في ممكن يتفل الطفل وتحط وبعدين انقل على دكتور الاسنان على طول، اتاكد كله اوكي على طول على دكتور الأسنان. دي احنا بنعتبرها حالة طارئة، يعني انا لو في ايدي اي حاجة وجالي حالة إصابة بسيب اللي بعمله، ولو انا فين باجي بروح العيادة بشتغل. كل دكاترة الأسنان عارفين الكلام ده. في اغلب البيرنتس او مثلا المدرسين خلاص ما غسل وشه وما بينقل لدكتور الأسنان، ما بيروح، يجيبوه اخر اليوم، يجيبوه تاني يوم. طبعا في ساعتها احنا ما بنقدرش ننقذ السن، يعني لو جبت الطفل في ساعتها ممكن حتى لو في كسر داخلي نعالج السن، نعم، ونثبت السن ونعدل الوضع والسن يبقى اوكي والطفل حتى ما يبين، نعم، بعد كده الطفل ما يبانش ان هو عنده مشكله، لكن لما تيجي تاني يوم خلاص، نعم، السن طاح او اتكسر، العصب اتاثر، صحيح، ما بيصير. يعني بيكون في نفس الوقت ممكن يلتئم الجرح اسرع، ممكن ايه لو في حاجه في العصب تقدر نقدر نلحقها، لو في كسر نقدر نصلحه، وبعد كده الاسنان بتبقى طبيعيه عاديه خالص، لان احنا ما نقدر نخلع. يعني الطفل اللي عنده 7 سنين او 8 سنين لو حصل له كسر انا ما اقدر اشيل السن لانه بيأثر على نمو الفك كامل، نعم. فاهم شيء ازاي نتعامل مع السن اللي انا ما اقدرش اشيله ده بحيث يفضل موجود لغايه لما النمو يكمل، نعم. بعدين يعني لو واحد كبير وقع مو مشكله يقدر صح. يعمل زراعه، لكن صح. لو طفل حاجه الطفل لا ما ينفع، نعم. يمكن دكتوره احنا تكلمنا شلون اولياء الامور وايضا المدرسين والمدربين شلون ممكن يتصرفون في هذه الحاله مع الطفل، لكن احنا بنتجه لكم كدكاتره في الأسنان، شلون ممكن تتصرفون مع الطفل إذا يالكم وهو يصارخ وهو يصيح؟ إيه بيبقى طبعا الطفل جاي يعني خايف ومتألم بعد الوقعة دي، بيبقى مخضوض، فاحنا طبعا بنهدي الطفل براحة، ما فيش حاجة. لو هو في حالة هيجان شديد في حاجة اسمها نيتروس أوكسيد جاز اللي هو غاز الضحك، ممكن بنحط للطفل، بيبقى شوية مش نايم بس يعني شوية مسترخي ومقاومته بتقل، نبدأ بقى نشوف فين مكان القطع فين مكان الكسر ونبدأ نتصرف، والتصرف بيبقى وقتي، نعم، على طول. يعني لو في مثلا حصل اعوجاج في الأسنان بنصلح السن اللي اتعوج مكان الإطاحة ونركب سلك ونثبتهم مع بعض، لو في مثلا أي قطع في حاجة بنخيط، لو في أي مثلا مشكلة في الأعصاب وقتيا بنتصرف.
يعني دكتورة يمكن ذكرتي شوي يكون التعامل صعب مع الطفل لما هي هو بحال ممكن خايف فيها صحيح. ويصيح فيها، لكن ساعات يمكن الوالدين هم اللي يأثرون على الطفل، يمكن أيوة. الطفل هو ما يشوف شكله بس الوالدين هم اللي يأثرون. فلما تتم معالجة الطفل، هل تنصحون أولياء الأمور يكونوا موجودين داخل غرفة المعالجة مع الطفل، ولا تفضلون أن يتم الأب ولا الأم خارج غرفة المعالجة؟ لا، هو المعالجة. أنا أفضل أن الأب والأم يكونوا موجودين، لأنه الطفل ما يعرفنيش أول مرة مثلا، لو ما يعرفنيش وأول مرة يجي أو ما عرفش الدكتور، لا خليك امسك إيده، هدي ابنك بالراحة، ما فيش حاجة. حتى الحاجة اللي احنا بنعملها ما بتبقاش مؤلمة، لأنه هو أوريدي مركز في الخبطة. أي حاجة بنعملها ما بتبقى مؤلمة للطفل، وبنثبت الأسنان، بنعمل كل شيء ما بيبقى مؤلم. والأب والأم بيبقوا موجودين، بس هم اللي بيبقوا في حالة فزع خوف أكثر. إيه هما ابني والسن وشلون وبنعمل إيه، بيتشافى ولا بيأثر لا لا لا. لو أنت جبتي ابنك وقتها كل حاجة بتبقى سليمة وكويسة، ما فيش مشكلة. نعم، وإحنا أكيد حابين نتعرف على أهم طرق العلاج في حال أن سقطت أسنان الطفل. طبعاً الأب والأم أو المدرس أو اللي جاي مع الطفل بيجيب السن اللي وقع أو الجزء اللي اتكسر في علبة، لازم ياخدها من غير ما يلمسها، يحطها في كوباية مي، كوباية أي شيء. بعدين بيجي لنا الطفل، الأول بنتأكد إنه ما فيش أي كسر تاني في الوجه، وبعدين بنشوف لو في مثلاً السنة من هنا اتكسرت، بنحل بنعمل لها حشوة ليزر ودعامات، وبيبقى شكل السن كويس جدا. لو حصل كسر خارجي داخلي في الـ في الـ في الـ في الجذر، بناخد اشعاعات، بنعمل فحوصات معينه، اتاكدنا ان الكسر موجود، ما بيبقاش باين، المشكله ما بيبقاش باين. بنعمل حاجه اسمها دعامات جذريه، بنستخدم حاجه اسمها بايو سيراميكس، بنستخدم كالسيوم صناعي، بنقدر ان احنا نقفل بيه ونثبت بيه الاسنان، ونعمل ونساعد على التئام الجرح واكتمال نمو الأسنان. وبعدين السن اللي وقع ده ممكن ندخله تاني مكانه، يعني الدكتور عارف في طريقة معينة بنعالج بيها السن، وبعدين بنزرع السن تاني في المكان الفاضي، وبعدين بنثبت الأسنان كلها بواير. في كل الحالات دكتورة ممكن السن يثبت مرة ثانية؟ لو جاب وقتها في نفس الوقت. ولو الأب والأم ما عادوش يلعبوا في السن، بس تاخدوا السن وبعدين يجيبوه في مية، مية أو لبن أو في لازم اللعاب. يكون في شيء سائل. يجيبوه في ساعتها بننظف بطريقة معينة، وبنزرعه تاني، وبنحط السلك وخلاص. وبعد كده بنعمل علاج عصب للسن، وما فيش مشكلة، الولد بيبقى أوكي. حتى لو في كسر في السن نفسها، بعد كده بنعمل تيجان الزرجون، ما فيش مشكلة خالص، حاجة مؤقتة لغاية لما يكبر ونقدر نزرعها. يعني دكتورة يمكن أنت ذكرتي شلون تعالجون على يعني كسر في الأسنان، أو ممكن لما الضرس يطيح، لكن لو بنتكلم عن لما يصير في التهاب في اللثة أو مشكلة في اللثة أو لازم كسر في الفكين، فشلون ممكن تعالجون هذه المشكلة؟ لو في حاجة في اللثة أو في الشفة ممكن تتخيط، بس الدكتور لو شاف عادة لما بنشوف إنه في كسر في الفك، لا بنحول لمستشفى كبيرة تتعامل، غرفة يعني يكون في إكويبمنت مخصوص. لكن الكسر القطع في اللثة أو كده، لا بيتخيط في عادة الأسنان عادي، ما فيش أي مشكلة خالص، ده حاجات روتينية. يتثبت الأسنان بالسلك وتتخيط الحاجات اللي هي المقطوعة، وما فيش مشكلة. يمكن طبعا إيه لكم طفل ما تبين الأعراض عليه، فبهالحالة شلون ممكن تتصرفون، شلون ممكن تسوون أنتو؟ إحنا طبعا يعني في فحوصات وأشعاعات معينة بنعملها علشان نتأكد إن ما فيش أي كسر داخلي. الكسر الخارجي بيبان، صحيح. لكن الكسر الداخلي ما يبان، بالذات كسر الجدر وكسر العظم والأعصاب، التهابات الأعصاب. الأب والأم لو شافوا إن ابنهم أوكي، ادوا له مسكن مش بان عليه أي حاجة، خلاص لا، هو بيبقى فيه كسر جوه أنت مش شايفه، والطفل مش بيشتكي في ساعتها، لان الاعصاب بتبقى في حاله تنميل. ممكن تاثر على الطفل اذا اهملوا. بالظبط، احيانا كتير بتشوف الناس سنانها من هنا لونها اصفر، صحيح، واحده صفراء وواحده بيضاء. ليه الصفراء دي؟ هو زمان طاح، والاب والام لقوه هو خلاص اوكي ما فيش مشكله، فما ودوش للدكتور، والسن مات وتحلل وتعفن وعمل له التهابات في العظم. فاحنا دايما بننصح الاب والام، كابتن، المدرس، لو سمحت لو حصل اي حاجه زي كده، حتى لو انت مش شايف كسر قدامك، من فضلك وديه لدكتور الاسنان، هو هيعمل تحاليل والفحوصات والاشعاعات اللازمه وبنتصرف. لازم يكون في مختصين عشان يعرفون المشكله. لازم، لان كسر الجذر وكسر العظم والاعصاب ما يبين. ما يبين، لازم اخصائي.
يعني دكتورة، يمكن أغلب المدرسين أو أولياء الأمور من يطيح الولد أو ضرس أو تعور دائما يحطون الثلج، فأكيد أولياء الأمور يبون يعرفون شنو أهمية الثلج، ليش دائما يحطون الثلج وليش دائما تنصحون بالثلج؟ لا، الثلج مهم لأنه لما بيجي الطفل بيبقى عنده الكدمات بتبقى فيها أحيانا انتفاخ وأحيانا إزرقاء بيزرق، فالثلج اللي ننصحهم أنهم يحطوا الثلج 2 minutes أو 5 minutes وبعدين يشيلوا، يقلل الإزرقاء ويقلل الانتفاخات شوية 2 minutes أو 10 minutes ويشيل لمدة ساعة ساعتين بعد الخبطة ما تحصل على طول. يعني هو تأكد أنه ما فيش دم، يحط التلج على طول، شوف لو في حاجة وقعت وين على دكتور السنين. دكتورة، متى الطفل يكون مهيئ للعلاج التجميل في حال الخلع أو سقوط الأسنان؟ عادة إحنا بنبدأ العلاجات التجميلية بعد أسبوع. بنعمل علاج العصب مش في نفس الزيارة، وبعدين بنعمل الحشوات الليزر أو زي ما قلت قبل كده تيجان الزركون في المنطقة الأمامية، يعني 10 أيام أسبوع بيكون. يعني دكتورة، يعني أكيد بعد ما الطفل يمكن يطيح ولا تصيد الحوادث، عقب ما تعالجون أسنانه في بعض الحالات مثلا تحتاج حق تقويم، فهل تحطون التقويم ولا يكون مثلا اثناء تصحيح السن او تصحيح العلاج بعد الحادث ممكن ما يحتاج حق تقويم نهائيا؟ بالضبط، هي دي اللي بقول عليها، انه لو جه في وقتها، طبعا لما بيتخبط الاسنان بتتعوج، فاحنا لو جه في وقتها بنظبط السنان تاني قبل ما تتثبت، يعني قبل ما الجسم يثبت ويمسك في السنان، قبل ما العظم يتكون عليها، وبعدين بنحط سلك التقويم ده 10 ايام لاسبوعين. خلال 10 أيام من أسبوعين بنقوم بعلاج العصب وبنقوم بعلاج الجذور، ولو في كسر في أي حاجة بعد كده بنشيل السلك وبيبقى طبيعي جدا، ما فيش أي حاجة. نعم. يعني دكتورة، في تقنيات حديثة بعد مستعملة في هذا النوع من علاج الأسنان، فياريت لو تخبرينا أكثر عن هذه التقنيات. الكالسيوم الصناعي. الكالسيوم الصناعي مهم جدا في الحالات اللي فيها عدم اكتمال النمو، اللي عند الأطفال عدم اكتمال نمو العظم والجذر، نستخدم كالسيوم صناعي في الدعامات الجذرية اللي زي ما قلت البايو سيراميكس دي مهمة جدا، لازم تكون في عيادة دكتور الأسنان أخصائيين بيبقى عندهم حاجة زي كده، بيستخدموها لعلاج الجذور وعلاج العظم اللي هو حصل له كسر أو كده، دي مهمة جدا. نعم. طبعا في نهاية طبعا اللقاء دائما نقول لأولياء الأمور في حال سقوط منكم فلازم تودونا للدكتور المتخصص في الأسنان ليلقى إن شاء الله علاجة. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام لقائنا مع الدكتورة أسماء السيد عبد الحميد، استشارية طب وجراحة أسنان. كل الشكر لك. أهلا، شكرا لك. طبعا أحمد، ننتقل إلى فرحة أهل البحرين وفرحة جماهيرنا المغادرين من مطار بحرين الدولي، المنتقلين إن شاء الله إلى دولة الكويت الحبيبة لحضور مباراة منتخبنا الغالي أكيد مع منتخب عمان، ومعنا زميلة زينة مصطفى اللي تنقل لنا أجواء الفرحة الموجودة في المطار والاستعداد إن شاء الله للجماهير المستعدة اللي رايحة المباراة. أكيد صباح الخير زينة. حياكم الله مشاهدينا، صباحكم الله بالخير، وصباح الخير ايضا للزملاء اللي متواجدين في الاستوديو. حاليا انا متواجده في مطار البحرين الدولي، في تحديدا قسم المغادرين لتوديع جمهور البحرين الغفير اللي رايح للكويت عشان يآزر خلينا نقول منتخبنا البحريني في هذه المباراه اللي راح تكون ما بين البحرين وعمان، واللي ان شاء الله راح يرجعون منتخبنا وايضا راح يرجع الجمهور بابتسامه عريضه على وجههم. شكرا لزميلتنا زينة، ومثل ما قال نشوف يعني ما شاء الله شفنا حضور كبير، أجواء جدا حلوة في المطار فعلاً. وشفنا يعني شفنا العدد الكبير اللي رايح ما شاء الله يآزر منتخبنا، يا رب ان شاء الله يردون بانتصار وفوز يا رب. اتمنى بالتاكيد، واكيد يعني انا صراحه يعني احسد جميع اللي رايحين، ودي اني اروح معاكم ان شاء الله نروح في النهائي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله فالنا الكاس باذن الله ان شاء الله يا رب. يعني مشاهدينا، مثل ما نعرف ان سوق المنامه هو معلم من معالم البحرين المعروفه ببساطتها وكثره زائرينها، وهي تلمس بساطه الشعب البحريني. نشوف تفاصيل اكثر عن هالسوق في هذا التقرير. مدينة تلتحف بالأحمر، تفتح أبوابها كل صباح لتحتضن سكانها. مدينة تسمى المنامة. شوارع بروائح مختلطة،
دكاكين يحتضنها السوق بألوان تمتد لآخر الطريق. أثواب تتباهى بالمدينة المطرزة بذهب سكانها، أزقة ضيقة لكنها تتسع لكل مرة في قلب البلد. قصص يملأ رواد المقاهي بها هواء المدينة، أحاديث حب تجتمع تحت سقف واحد. مدينة تحفر تاريخها في أوجه سكانها تفاصيل تترسخ في كل الوجوه، وهي تتحد لتصير وجهاً واحداً لوطن واحد يسمى البحرين. يعني أحمد، يمكن إحنا شفنا التقرير الجميل اللي يعكس لنا أجواء سوق المنامة، يعني تربينا إحنا في سوق المنامة، عبق من التراث الجميل البحريني اللي فعلا نفتخر فيه. ناس تروح تتريق تشوف المناظر الجميله، حتى اليوم من برا البحرين يعني دائما يروحون هذا السوق، يحبونه، يتجهون حق سوق المنامه دائما. صحيح، لان في الاشياء الشعبيه، الاشياء الجميله تعودنا عليها. نعم، دائما. اكيد طبعا، اكيد بعد طبعا احنا محتاجين نروح لفقره للرياضه لاهميتها. أكيد. الكبيره ايمان، نروح نشوف تدريبات مدربنا محسن خليل وراجعين وياكم. صباح الخير مشاهدينا، اليوم نركز على تمرينين. التمرين الاول هو البلانك ان اند اوت، والثاني كرانش هيل ريتشز. ننزل في وضعيه البلانك من هنا، ما نخوس الظهر، ما نتشفس يدينا، نحطهم سيده، نطلع لداخل نطلع برا. هذا هو تمرين البلانك ان اند اوت. نحاول نسوي التكرار 10 مرات. 3 2 1. اول ما نخلص ننزل في هالوضعية من هنا، نحاول نجيس ريل ثانية. هذه هو تمرين الكرانش سايد ريتش، نفس التمرين الأولي. نحاول نسوي تكرار 10 مرات على كل جهة. أول ما نخلص ندش في البلانك إن أوت مرة ثانية حق الجلسة الثانية. نحاول نسوي هالتمارين 3 جلسات على تكرار 10 مرات. إن شاء الله استفدتوا، ونشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة. رجعنا لكم أكيد من بعد هذه التمارين الصباحية. أحمد، أنا بعد ودي أرجع حق زميلتنا زينة مصطفى، وأبي أشوف الأجواء عندها في المطار، وأبي أشوف الحماس الموجود عند المشجعين البحرينيين اللي متوجهين حق المباراة. فننتقل لك زينة، ويا ريت تنقلي لنا الأجواء أكثر من يعني نشوف الجماهير البحرينيين، يعني كلهم شايلين العلامة. أسوأ ناس الصراحة، كلهم شايلين العلامة، كلهم مستعدين، كلهم لابسين الأحمر مع بعض، متحمسين حق المباراة. يعني أحمد، أكيد إحنا بعد بنتابع المباراة اليوم. أكيد. كم تتوقع النتيجة؟ أتمنى صراحة فوز البحرين. إن شاء الله أحس يعني 1-0. أنت إيش رأيك؟ إن شاء الله، أنا أقول 2-0 أو 2-1. يلا، المهم إن منتخب البحرين إن شاء الله يفوز. إن شاء الله. أكيد ننتقل حق زينة عشان تنقل لنا أجواء المشجعين المتجهين لدولة الكويت الشقيقة، عشان تنقل لنا الأجواء. نعم. مساكم الله بالخير أيضا، ما
مرة ثانية حالياً نفس ما ذكرت قبل شوي متواجدين في مطار البحرين الدولي وتحديداً في قسم المغادرين. نودع جمهور البحريني الغفيلي اللي رايح يآزر المنتخب البحريني بهذه المناسبة. الحين معنا جروب أو خلينا مجموعة من شركة زين مسافرين رايحين يآزرون المنتخب بهذه المناسبة. خلينا نتكلم أكثر معهم عن استعداداتهم وأيضاً عن استعداداتهم في الطيارة والنقل الركاب والجمهور إلى الكويت. صباحك الله بالخير. الله بالنور شيخة. بداية تعرفني بنفسك؟ غازي راضي مدير الفعاليات والعلاقات العامة بشركة زين. نبي نتكلم أكثر عن استعداداتكم لهذا اليوم وعن الطيارة اللي راح تنقل جمهور البحرين بهذه المناسبة. والله أولاً الشيخة تشوفين الاستعدادات في المطار، الكل جاي بارز، يعني الكل رايح حق البحرين والحماس واضح، والشباب كلهم إن شاء الله يرجعون فرحانين وانتصر المنتخب إن شاء الله اليوم. توقعاتكم حق المباراة كم راح يكون اليوم؟ توقعاتكم شباب؟ 3-0. 2-0 إن شاء الله. 2-0 البحرين. 2-1. 2-1 بحرين. إيش رأيك في خلينا نقول لعب المنتخب البحريني في المباريات السابقة؟ ومنتخب شاب، منتخب صغير، له مستقبل إن شاء الله. شرفونا، أنا يعني من ما في أحد في المطار متواجد حاليا ما يتابع المنتخب، فمتأملين خير إن شاء الله، قدها إن شاء الله الشباب. صاريني فضول بما أنكم جروب ما شاء الله وايد عودة، بعرف شو بتسوون لين رجعتوا إن شاء الله بالفوز. ما شاء الله، شو تسوون شباب؟ مسيرة أكيد. والله إذا رجعوا وصوتهم للحين موجود الشباب ودي إن شاء الله بعد بيحتفلون في الديرة أكيد. يعطيكم العافية. فإذا رجعنا مهتمين إلى الجمعة إن شاء الله. مبروك مقدما وإن شاء الله ترجعون وأنتم مستانسين في فوز البحرين على المنتخب العماني. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم ويعطيكم العافية مشاهدينا. بكذي نكون وصلنا لنهاية تغطيتنا للحين، أكيد راح أرجع لكم من خلال الحلقة عشان ننقل لكم أجواء المطار وأيضا أجواء الروح الوطنية اللي موجودة في المطار. البحرينيين كلهم على يد واحدة، كلهم على قلب واحد عشان شيء واحد اللي هو مملكة البحرين وفوز مملكة البحرين. أكيد راح نشوفكم ولكن نرجع للاستوديو مع الزملاء. شكرا لزميلتنا زينة. يعني أحمد شفت حماس الشباب يقول لك هاي إذا رجعت فيني صوت، يعني هو متحمس رايح إنه بيكون نفس الأجواء في الملعب وأكيد في المدرجات، لكن أنا متأكدة إن شاء الله إن الجمهور البحريني ما راح يقصر في من خلال تشجيعه وحماسه في هذه المباراة. يعني تشجيع منتخب البحرين جماهيره غير، لها طعم ثاني ما شاء الله. وشوف هو الحلو في بعقلنا بنرجع مسيرة، يعني كل واحد بيحتفل بطريقته اليوم. ربي يوفقهم إن شاء الله، يعني يردون وهم فايزين ومنتصرين يا رب. إن شاء الله بإذن الله. طبعاً مشاهدينا أكيد ننتقل حق شخصية قدرت تقول حق كل الناس إن أنا قدها وقدود، لأن تغيير حياة شخص يعد إنجاز بحد ذاته. فشون لو كان هدف الإنسان هو تغيير حياة الأشخاص اللي حوله والسعي لتطوير أدائهم في المجتمع بحيث يكونون أشخاص فعالين ومؤثرين. الكوتش منى البلوشي هي أحد الشخصيات المؤثرة. نتعرف على هالشخصية أكثر في قدها وقدود. مقدم موضوع أخلاقيات العمل. قدرت الكوتش منى البلوشي أنها تغير حياة إنسان وتحقق من خلال ذاتها وتشوف إنجازها يعطي المجتمع ويأثر في الآخرين. أحس روحي بلا هدف، ومن عرفتها يعني حسستني أن عندي أهداف وقدرت أحقق الأهداف بفضل الله ثم فضلها. جميل الإنسان يشعر بالآخرين، فبما أن أنا حسيت بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وخليته من دائرة ذاتي، فشعرت فيه وطلعته من الحالة اللي هو فيها، وما شاء الله وصل إلى القمة في التدريب. إذن أنت كنت بينا نقدم لك تغيير حياة الناس يعد إنجاز بحد ذاته، يتطلب سخاء في الوقت والمشاعر والإحساس بالغير. شوي إنسانة عاطفية بالخصوص أو بشكل عام، ما تحاول تترك شيء وراها ما تكمله. الأستاذة تدريبها جدا سهل وقوي، وما شاء الله نقطة جدا إيجابية عندها أنها توصل المعلومة بشكل جدا سلس وفي كلمات بسيطة، سهل دخول المعلومة إلى الموظفين عندي. طبعا دائما احنا نقول الحاكم هو اللي يبحث عن الاخطاء، نبرة الصوت وايضا الابتسامة. نعم جدا جميل. انا عشت طفولة صعبة نوعا ما، وكانت عندي مشاكل صحية وحاولت ان انا اتغلب عليها، ولله الحمد تغلبت.
مرحلة الشباب حسيت بنفسي أكثر، وحسيت نفسي أن أنا لازم أن أترك بصمة في المجتمع، أن أنا أقوي شخصيتي، لأن كنت سريعة البكاء وكنت أفكر بالعاطفة أكثر من العقل. النقلة اللي صارت في حياة منى تمثلت في انتقالها من مجال المحاسبة واللي استمرت فيه لمدة 9 سنوات إلى الموارد البشرية ومنها إلى التدريب. طبعاً عرفت أنا في التدريب، كنت متدرب تحت إيدها وكانت هي مدربة، كنا ننظر إليها مدربة كبيرة ولا زالت هي كبيرة وقاعدة تصعد للأعلى ونتمنى لها شيء أفضل بعد. شافت فيني يعني طموح وأبي أحققه، فهي كانت لي سند إنه علشان تعطيني دافع أن أحقق إنجازاتي اللي أطمح أني أحققها. جزء بسيط من عدم الثقة بالنفس، رغم أنه هو شاعر وما كان يشعر بذاته لأن إعاقته كانت مسبب له حالة نفسية بسيطة. عن طريق العمل التطوعي تحقق منى هدفها في الحياة وتترك أثر في حياة العديد من الناس. تغيير حياة شخص إنجاز كبير، ولكن هي غيرت إلى أشخاص واجد مو لشخص واحد. دربت ناس واجد تخرجوا من تحت يدها، وقفت مع ناس واجد في الفعاليات الاجتماعية، تكون متواجدة دائما وتحاول تساعد الآخرين. أضافت لنا الكثير خاصة في مركز الاستقبال، في التعامل مع المرضى بشكل سلس، قربتنا بشكل أكبر إلى المريض، حسست المركز أو المريض بثقة يعني أكبر في المكان. ملامح الوجه انزين. في مجال التدريب قدرت منى التحول من المحيط الخليجي إلى العالمي. يعني ما شاء الله حضورها وشغفها في الحصول على الأكثر أتوقع عليها الكثير، خاصة في مجال التدريب، وأتمنى إن شاء الله يوم من الأيام نشوفها مدربة حتى في المجال الطبي، تطوير المراكز والمستشفيات. أقدر أقول إن هي يعني خرجت مدربين، فأنا أتوقع أتأمل إن تكون يعني بمسمى الدكتورة، إن تكون دكتورة في المجال نفسه. أتمنى إن يكون عندي مكان الخاص، إن أنا أشتغل لنفسي مو لغيري. تكون هاي القبل والبعد. دائما أؤمن إن باب العلم غير مؤصد ولن يؤصد، فكم جميل الإنسان إن كل مرة يتعلم شيء جديد. يا وعندها تقريبا افهم الحب بمعناه الواسع الذي يشمل كل ما هو خير وجميل. ثق في نفسك بأنك تستطيع أن تغير، أو على الأقل تساعد على التغيير. في عيادة اللي إحنا نشتغل فيها، شنو الأشياء الأساسية اللي إحنا فعلاً يجب علينا أن نصل؟ الملتقى الخليجي الثامن للأطفال تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، واللي تنظمه طبعاً من تاريخ 24 لتاريخ 26 تحت شعار باللعب نتعلم الحياة. وللحديث أكثر حول هذه الفعالية نرحب في محمد بدر مشرف الملتقى ورتاج العباسي مشاركة سابقة وأحد المنظمين حالياً. حياكم الله معنا في استديو شمس البحرين. مرحباً، نرحب فيك أخوي أحمد ونرحب في أختنا إيمان. مرحبا فيك. طبعا ذا حابين راح نتكلم عن الملتقى بشكل اكيد صغير. تفضل. الملتقى يستهدف فئه العمريه من 12 سنه نعم. الى وبدايه من 9 سنوات. نعم. الفئه العمريه ذي تحتاج شوي تركيز، لان صح مو قاعدين نشوف احنا انشطه كثيره في البحرين تستهدف هاي الفئه، لان هاي الفئه بسرعه عندها قابليه انها تتعلم، إنها تتعلم وتكتسب المهارات أكثر. تكتسب مبدعة شخصيه أيضاً. اكبر نعم. نعم. فاحنا استقلينا هاي الفئه وركزنا عليها ويبنى مشرفين ويبنى ناس متمرسين يعني مختصين في اكثر، مختصين في, أكثر نعم. في اي نعم مختصين اكثر في هذا المجال. فلذلك احنا حبينا ان ناخذ هاي الفتره اللي هي في عطله الربيع. نعم. صحيح. طبعا متفرغين الطلاب اكيد، وفي هالفتره يعني عاده يقضون نفس ما نقول في اللعب والتلفونات والسهر. اي فقلنا ليش ما نخليهم احنا ونعلمهم خلال 3 ايام
لكن احنا قاعدين نلامس ان هم لا قاعدين يتطورون خلال هالثلاث ايام، لا يتطورون وايد حتى اخر يوم يصيحون يعني ما يبون يصيحون الطلاب، مو حابين انه يخلص الملتقى. فاول ما يخلص يعني اول ما يخلص ويبتدي السنه الجايه يبادرون في التسجيل بشكل سريع يعني. ما شاء الله يعني حبوا الفعاليه، ما شاء الله حابين الفعاليه بشكل كبير يعني. اكثر ما كنا احنا نتوقع ونتصور يعني. محمد يمكن هاي الشيء خليني اسالك، هذه مو بالنسخه الاولى حق الفعاليه حق الملتقى ايضا؟ هي النسخه الثامنه. الثامن حالياً. فكل نسخة يكون فيها تميز، فيها شيء مختلف، فش اللي ركزتوا عليه أن يكون مختلف في هذه النسخة؟ حالياً في هاي النسخة إحنا ركزنا أن نجيب ونطور أكثر في الكوادر الموجودة في الملتقى. استقطبنا فريق تشويز، نكن لهم كل التقدير من هذا المنبر، واستقطبنا اللي هو الأشخاص المشرفين اللي هم يشرفون على هذه الفرق. لأن احنا نشكل الطلاب الموجودين اللي مسجلين على شكل فرق. كل فريق يكون فيه عليه مشرفين. وهاي يعني اللي احنا نبادر فيها اكثر. رتاج يعني انت ما شاء الله عليك مبدعة، واحنا اكيد فخورين فيك. ابتديتي طبعا كمشاركة، وفي هالسنة انت صرتي كمنظمة، كلمينا عن هالتجربتين. أنا شاركت في الملتقى إن شاء الله بتكون الحين هاي السنة الخامسة اللي بشارك فيها، ثلاث سنوات شاركت فيها كمشاركة، وحين هاي السنة الثانية إن شاء الله بإذن الله بشارك فيها كمنظمة بإذن الله. الملتقى يعني ضاف شيء وايد حلو في حياتي، وعطوني مهارات متعددة مثل العمل التطوعي في الفعاليات والألعاب والورشات اللي هم كانوا يقدمونها لنا خلال فترة الملتقى. وأيضاً الشيء الحلو إن أنا تعرفت على أصدقاء من المشاركين والمشاركات من دول الخليج، وشيء حلو ان انا بعد كبر دائره معارفي. حلو. يعني اوجه سلامي حق كل اصدقائي وانتظرهم انا هاي السنه، وانا كمنظمه تجربه وايد حلوه وفريده من نوعها، وانا كنت مشاركه كنت اتمنى اقول كان زين انا معاهم كنت منظمه بالتنظيم، بس ان الله حقق لي هاي الشيء. الحمد لله. يعني محمد يمكن قالت رتاج ان تجربتها كانت مختلفه، كانت مشاركه ايضا صارت منظمه. صحيح. فيا ريت لو تخبرنا اكثر عن الفعاليات اللي راح ينظمونها، اكيد اللي راح يكونوا مشاركين في هذا الملتقى. هم المشاركين راح يشاركون في ورش عمل. نعم. وراح يشاركون في العاب. طبعا ما نخفي عنكم ان هو شعار الفعاليه باللعب نتعلم الحياه. نعم. فلذلك هم عن طريق الالعاب يتعلمون الحياه ويكتسبون مهارات من هذه الالعاب. طبعا هم حاليا يشاركون في هذه الالعاب، وكذلك يشاركون في ورش عمل اخرى وورش تعليميه سواء او ثقافيه، وكذلك عندنا معرض احنا هم يشاركون فيه الاطفال ويقدمون اللي هو ثقافه الدول. نعم. اللي هم يمثلونها. حلو. نعم. فهاي قاعد يزيد الوعي الثقافي. أكيد. يكرس. نعم. الانتماء للوطن. عند هذه الفئه للوطن. نعم. والانتماء والولاء، فاحنا فخورين بهذا الشيء يعني. أكيد. نعم، واحنا اكيد ايضا فخورين فيكم. أكيد. انت فخورين ايضا في رتاج المبدعه والمتالقه. رتاج كلمينا عن التجهيزات والتحضيرات اللي قمتوا فيها لهذا الملتقى. تجهيزات والتحضيرات مثل كل سنه في الملتقى، لكن احنا نتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع. نعم. هي اللي تخاطب الدول المشاركه اللي بتكون معانا خلال فتره الملتقى، وايضا احنا خاطبنا الجهات الحكوميه والخاصه اللي سوف نزورها ان شاء الله باذن الله خلال فتره الملتقى ان شاء الله يا رب. يعني رتاج يمكن هاي الشيء خليني اسالك اليوم، انت كشابه كايضا مشاركه في هذا الملتقى، شو اللي حسيتي غير في شخصيتك في مشاركتك في هذا الملتقى؟ مثل قلت في البدايه مهارات متعدده. كل سنه ما اشارك فيها اكتسب فيها اشياء احلى من الثانيه وخبرات احلى من الثانيه، مثل ما قلت اصدقاء واكبر دائره معارفي، وتجربه غير عن الثانيه مثل المشاركه، تجربه غير عن التنظيم. صح. فيعني تجربه فريده من نوعها. وكل البنات اللي وياك في هذا الملتقى هل فيهم نفس هذه الحماس اللي احنا قاعد نشوفها اليوم فيك في الاستديو؟ اكيد، لان هاي الملتقى مثل ما قال اخوي محمد في ان يكتسبون في مهاراتهم، اكيد لازم يروحون في الملتقى بكل حماس وقوه. نعم. يمكن انت صح يعني رتاج انت صغيره بعمرك، بس احنا نشوفك ما شاء الله كبيره. كلمينا رتاج، قولي لنا كم عدد الاطفال اللي كانوا مشاركين في هذا الملتقى؟
عدد الأطفال المشاركين في الملتقى 50 مشارك من الجنسين، من فئة الأولاد 25 ومن فئة البنات 25 أيضا، فنقسمهم إلى 10 مجموعات. المجموعة الواحدة يكون فيها 5 مشاركين وبالإضافة إلى مشرفين. نعم. يعني محمد يمكن في الكثير من الأنشطة والفعاليات اللي قاعد نظمونها في هذه المنطقة، لكن في فعالية اللي هي النجم الواعد، نبي نتكلم أكثر عن هذه الفعالية وشون يتم ترشيح أو اختيار الأطفال أو المشاركين في هذه الجائزة. طبعا النجم الواعد حاليا حصل شيء جديد عليها، ألا وهو اللي وزارة التربية والتعليم تم التعاون معاها، وهم اللي حاليا بادروا في أن ينشرون هذه الجائزة ويعلنون عنها عن طريق التعميم على المدارس. والفئة المستهدفة من هاي الجائزة راح تكون من عمر 7 سنوات إلى 13 سنة. طبعا 7 سنوات إلى 13 سنة أنت تقولون يمكن فئة وايد صغيرة، صح؟ شلون يتم التقييم يعني بين 7 سنوات 13 سنة؟ هما فئة وايد صغيرة، لكن هالفئة محصلين إنجازات دولية ما شاء الله. وطبعا احنا معيارنا كلجنة منظمة نختار الشخصيات اللي محصلة على الصعيد الدولي. نعم. يعني في سباق وزينب العريبي. نعم. هاي فازت بالجائزة اللي هو على مستوى العالم. نعم. بالحاسبة الصينية. صحيح. نعم. فيعني في شخصيات كثيرة يعني وليهنون الباقين. اكيد. بس اللي يحضرني حاليا زينب العريبي كانت مشاركة. في شخصيات كثيرة أكيد. في شخصيات كثيرة. إيه نعم. فركزت إن تكون هذه الجائزة أيضا من ضمنها هذه الشخصيات تكون موجودة. إيه نعم. نعم. إيه نعم. وإحنا نحرص إنه يكون نجم الواعد اللي يحصل على هذه الجائزة. نعم. إنه يكون معانا في المعسكر، عشان الطفل إذا شاف واحد معاه محصل إنجاز هني ينعكس عليه بشيء ثاني، يعني يقول أنا ذي محصل إنجاز وهو معاي، فليش أنا ما أقدر أصير مثله؟ فهو هني بيسعى انه يصير مثل هالشخص المحصل انجاز، يحصل ايضا دفعه معنويه. هذه بالضبط. صح. هذا المقصود من هذا الملتقى. إيه بالتاكيد. رتاج، هل اهلك دعموك للدخول في هذا الملتقى وايضا في المشاركه؟ كلمنا اكثر عن اهلك ودورهم في دعمك في هذه المشاركه. طبعا اهلي مثل هما سند لي وهم يحفزوني في كل شيء، ولازم مثل ما يقول أكون أفضل، يعني أكون سبيشل مثل ما يقولون عن الباقي، فكل سنة أوصل إلى مرتبة أعلى. وأنا يعني الله يحفظ أمي وإخواني وأبوي والله يرحم أبوي. الله يرحمه يا رب. وهم كانوا سند لي، كل ما أبي أشارك في شيء قوي وشيء حلو هم دائما دافع لي. دائما. نعم. طبعا الأسرة هي الدفع الأول لجميع طبعا الأطفال وجميع الشباب المشاركة في أي ملتقى وأكيد وأي يعني الحين أهلك يعني طبعا فخورين فيك وهم قاعدين يتابعونك. احنا فخورين فيك. واحنا فخورين فيك. أكيد. مشكورين ما قصرت. خريجات المعسكر. هذه الروح الحلوة يعني كانت مشاركة واليوم كانت اليوم منظمة. يمكن محمد يخليني أسألك عن الشعار نفسه، باللعب نتعلم الحياة، سبب اختياركم لهذا الشعار؟ احنا مثل ما نعرف ان هما الصغار من فئه 9 سنوات ل 12 سنه وايد صغار، فيعني شوي يحتاجون ان عنوان جاذب لهم، يعني لو بتحط لهم تعليم ولا شيء ما صح ما يمكن ما يتقبلون، فلما تحط لهم باللعب صح. نتعلم الحياه يعني بيكون عندهم فضول، يشدهم هالشيء هالشيء عشان هما يشاركون ويتعلمون. نعم. من هاي الشيء، فشعار باللعب نتعلم الحياة مثل ما قلت لكم أنا إن إحنا نجيب فريق تشويز. فريق تشويز يقدمون الألعاب اللي تنمي شخصية وقدرات هذه الأطفال. نعم. وهاي يعني حلو كم ربطتوا يعني الفعاليات مع شعار الملتقى. صحيح. وايضا مع المشاركين في هذا الملتقى، فهذه نقطه كيف تنحسب لكم ايجابا. احنا شوي يعني نبي نطلع شوي عن اجواء الملتقى ونبي نكلمكم ونقول لكم شنو توقعاتكم حق مباراه اليوم. والله اول شيء نتمنى التوفيق حق المنتخب امام المنتخب العماني الشقيق. اتوقع ما تغلبون البحرين ان شاء الله. اكيد اكيد تتابعين المباريات اكيد، واحنا قالها وقدود ان شاء الله. ان شاء الله. كم تتوقعين النتيجه؟
ان شاء الله 1-0. ان شاء الله ان شاء الله 1-0 ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يمشي نفوز. يعني نفس توقعاتي انا اتوقع 1-0 ان شاء الله. لازم يكون فينا روح ايجابيه علشان صح لما نشوف المباراه نكون محمسين. يمكن قبل شوي بعد شفنا المشجعين البحرينيين اللي رايحين دوله الكويت عشان يشجعون. والله كان ودنا بس اليوم اللقاء معليش. ان شاء الله النهائي باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله. محمد اليوم شلون تشوف الوعي عند الاطفال لما يشاركون في هذا النوع من الملتقيات؟ هل تشوف في وعي؟ تحس في اكثر اندماج لما الطفل يشارك في هذا النوع من الملتقى، ولا يمكن يدش متحمس بعدها شوي شوي يقل الحماس؟ ما تشوف هذا الشيء اللي تشوفه دائما في عطله الربيع لما يغير الجو فيه؟ صحيح. الحماس عند الاطفال انا اشوف من هو يشارك في هذه المعسكرات لا قاعد يزيد حماسه، قاعد تقوى شخصيته، لان مثل هاي المعسكرات لان اساسا تركز على شخصية هذا الطفل وبالتالي ينعكس على حياته، على ثقافته، على حتى على دراسته الأمور. نعم في الدراسة كذلك لها تعزيز لأن هناك ورش علمية تقدم في هذه المعسكرات. نعم رتاج أكيد أنت حفزتي ربعك أنهم يشاركون في هالملتقى، وأكيد كل سنة أقول لهم يلا تعالوا نشارك علشان نتعلم ونستانس في نفس الوقت. حلو شيء يعني حلو ما شاء الله. يعني احنا اكيد فخورين فيك رتاج، وفخورين فيك محمد، فخورين بالشباب وبالطاقه البحرينيه اللي نشوفها في جميع الملتقيات اللي تنظمها المملكه البحرينيه. فيكم كطاقه شبابيه. شكرا لك. كل الشكر لكم. حبيت اوجه كلمه تفضل. شكر لسمو الشيخ عيسى بن علي. نعم. رئيس اتحاد كره السله ورئيس الفخري لجمعيه كلمه طيبه، وشكر لاختي رتاج اكيد، وشكرا لكم كطاقم فني، وشكر للمصورين أكيد. الشكر لكم أيضا. شكرا لرتاج اللي نورت استديو شمس البحرين. ما قصرتوا النور بوجودكم. يعطيك العافية. مشاهدينا كان معانا في هاللقاء محمد بدر أبو دواس مشرف الملتقى الخليجي الثامن للأطفال، ورتاج العباسي مشاركة سابقة وإحدى المنظمين حاليا في الملتقى. يعطيهم صراحة ألف عافية. الله يعافيك. ونرجع طبعا لفرحة الجمهور البحريني واحنا وراك يا احمرنا. نرجع للزميلة زينة مصطفى. زينة شلون شفتي فرحة جمهورنا؟ يعني زينة الظهر الحين مو جاهزة عشان تنقلنا الظهر، هي بعد متحمسة مع المشجعين هناك. نسيتنا نسيتنا يعني أحمد، يمكن حتى محمد يشاركني في هالنقطة أن جميع البحرينيين اليوم متجهين حق دولة الكويت بكل حماس، بكل سعادة عشان يشجعون، روح وطنية كبيرة، يشجعون الأحمر. وهذه دورنا إحنا كشعب بحريني، نوقف دائما مع منتخبنا ونوقف مع الأرض ونوقف مع مملكة البحرين في هذه المناسبات. فعلا نتمنى ان شاء الله. طبعا انا كنت موجود اخر مباراه وكان جدا الوضع شيق. انا كنت موجوده ايضا. الواحد يحس بالوطنيه ويحس بشعور الانتماء حق البلد. يعني كنا على اعصابك بس الدقائق الاخيره كنا على اعصابك على توتر صح وايد متوترين بس الحمد لله الحمد لله رب العالمين. يعني الله وفقنا وفزنا وان شاء الله يوفقنا ان شاء الله. يا الله فاينل كاس يا رب ان شاء الله ان شاء الله. أكيد نرجع حق الزميلة زينة إذا كانت جاهزة. زينة زينة لا هي عندنا زينة متحمسة ويا جمهور. خلنا احنا نروح حق اختيار الملابس، ولو ملابس العمل ممكن تكون مرهقة للبنات، عشان كذي اليوم أيضا زميلتنا زينة مصطفى وضيفتها بيرونا شلون نقدر نختار ملابس الدوام في فقرة كشخة. ننتقل لهذا التقرير. حياكم الله مشاهدينا في فقرة كشخة الأسبوعية. هالأسبوع راح نتعرف أنا وياكم مع صاحبة محل جيزيا لولو مال الله على تنسيقات وأساسيات الملابس المناسبة للدوامات. حياك الله لولو ونورتيني في فقرة كشخة. الله يحييك حبيبتي. في البداية بنتعرف على الألوان المناسبة إن احنا نلبسها على الشغل تكون مناسبة أكثر حق الصب حق الدوامات. الأزرق الفاتح، الألوان الفاتحة، الأزرق الفاتح، الأبيض، حتى الكحلي، الأسود، الرصاصي، الألوان حلوة حق الدوامات. شنو هي القطع خلينا نقول اللي لازم تكون موجودة في كبت كل بنية، خلينا نقول دوامها يستلزم أو يتطلب إنه يكون رسمي أكثر؟ مثل أول شيء الستات لازم يكون عندها سوت، مثلا أسود، كحلي، بيج، مثلا الألوان البيسك.
وعقب تلعب فيها تلعب بالوان مثلا القمصان اللي بتختارها، ان كل مره تقدر تختار لون قميص ثاني، ابيض، وردي فاتح، ازرق سماوي، هاي الاشياء لازم تكون موجوده عندها. والقمصان البيسك اللي هي العاديه البلين اللي فيها اشياء بس تكون بسيطه يعني ما تكون اوفر. حلو. هل هاي القطع خلينا نقول اذا هي بتلبس بدله هل لازم انه مثلا والله الجاكيت الاسود او البليزر الاسود ينلبس مع البليز البنطلون الاسود، ولا تقدر انها هي تغير على كيفها؟ ترى حتى مو شرط ان البدله تكون مثلا السوت اسود، يعني البنطلون لازم اسود، السوت بيج لازم البنطلون يكون بيج، بامكانك انت تركبين الالوان براحتك، يعني مثلا كحلي مع بليزر مثلا ابيض مع بليزر اللون اللي انت تبينه. يعني في بنات يمكن شغلهم ما يتطلب انه يكون وايد رسمي او بدلات رسمية، فشنو ممكن تلبس غير البدلات؟ طبعا في نوع من البنات يحبون مثلا الفساتين، في تيلات اللي مثلا القمصان اللي تياش طويلة فيها قصة بسيطة فيها حركة خفيفة، بس انه ما تبتعد يعني ما تروح صوب الالوان الاوفر خصوصا اذا دوامك انت الصبح. في وايد اشياء مثل شو اقول لك، قمصان تكون طويله مع بنطلون عادي، هو اوريدي بعد انا ما افضل الجينزات. دام ذكرتي فساتين، فالبنيه يمكن تحتاج اكثر من 6 أو 7 فساتين عشان ان هي تغير، ولا هل تقدر تلبس نفس الفستان بس بكذا طريقه مختلفه، وشلون تقدر تلبسه؟ فستان واحد ممكن تسويه تطلع فيه بخمس طلات، يعني ممكن تحط سكارف عليه مختلف، ممكن تلبس فوق الفستان بليزر مختلف، هاي بروحها ستايل، الفستان سادة بروحها، تدخل عليه شوية اكسسوارات، كل هاي الأشياء تغير من لوك الفستان كامل. في النهاية شنو هي الشوزات اللي تقدر تلبسها أو المناسبة أكثر حق ساعات الدوام الطويلة والشغل؟ تبتعد أول شيء عن الكعب اللي لا صوت، هاي أهم شيء. في كعبي لك مثلا طوله مناسب حق دوام وما يكون في وايد صوت، يعني مو حلو في الدوام تلبسين كذي شيء. والاشياء الفلات بعد، بس ما يكون اوفر بعد فلات لانه مو حلو بيخلي طلتك مو حلوه. شكرا لك لولو، اكيد راح نشوفك في الاسابيع الجايه. شكرا لك ويعطيك العافيه. مشاهدينا كذي نكون وصلنا لنهايه فقرتنا لهذا الاسبوع، عودة للاستوديو مع الزملاء. طبعا نرجع لزميلتنا زينة، وشلون تشوفين أجواء طبعا الفرحة عندك في المطار؟ والله أحمد دش على هنا مرة ثانية ونرجع لكم من مطار البحرين الدولي، وأيضا لي توديع أو خلينا نقول نودع المنتخب البحريني الغفير اللي نفس ما قلنا راح يروح يآزر المنتخب البحريني بهذه المناسبة. طبعا مشاهدينا في هذا اليوم وأيضا في هذه المناسبة الكل مستمتع والكل يد واحدة عشان خلينا نقول المنتخب البحريني وعشان حس الوطنية وأيضا عشان مملكة البحرين. طيران الخليج قدم أوشحة وأيضا قدم بدلات رياضية أو زي البدلات الرياضية على مملكة البحرين أيضا تشجيعا لهذا المنتخب وأيضا لرفع اسم مملكة البحرين في دوري الخليجي 23. الحين معي أحد المسافرين اللي راح نشوف استعداداته وأيضا توقعاته لمباراة اليوم. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور أختي. عرفني بنفسك. محمد جعفر البنان. نعم، نبي نتكلم عن توقعاتك لمباراة اليوم بين البحرين وعمان. طبعا هي مباراة صعبة التوقعات، مباراة كاس، مباراة واحدة، فصعب ان احد يتوقع، بس ان شاء الله ان شاء الله الاحمر بهالجمهور بهالروح، منتخب شاب، فان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. كم تتوقع؟ وصعب التوقع، بس يعني الاقرب 1-0 ان شاء الله لنا. 1-0 ان شاء الله. شنو كانت استعداداتك او الاشياء اللي سويتها عشان تكون موجود اليوم مع الجمهور؟ طبعا يعني المسج متاخر عن اللي هو المشاركه، فرحت الدوام اليوم الصبح وخلصت اموري في الدوام، استاذنت من مديري ورايحين ويا هالجمهور. هذه كلها عشان نلبي نداء الوطن وايضا كلنا نكون مع بعض بهذه المناسبه ونشجع المنتخب البحريني. اذا ان شاء الله رجعتوا بالفوز شنو راح تسوون؟ طبعا الفوز
مطلبنا إن شاء الله يا رب، إن شاء الله إحنا متأملين خير. طبعاً ما بعد الفوز إن الجمهور راح يزيد، راح البحرين كلها تفرح، مو بس البحرين حتى الخليج، خصوصاً إن البحرين ما عندنا ولا بطولة، فإن شاء الله يا رب نأخذها من الكويت. واليوم ناكل حلوى العمانيه ان شاء الله في ارض الكويت ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ايش رايك في المنتخب البحريني واداء المنتخب البحريني في المباريات السابقه؟ طبعا المنتخب البحريني منتخب شاب جديد، يمتلك عنصر واحد تقريبا عبد الوهاب علي اللي هو عنصر خبره وجمال راشد. فمنتخبنا يتميز بالطابع الحماسي كمنتخب شاب، ولكن ادل اللي عليه احنا خالف التوقعات صراحه. احنا كنا متخوفين جدا من هالمنتخب، ولله الحمد اثبت عكس كلامنا، اثبت عكس كلامنا بالروح اللي شفناها. وكان اللاعب رقم واحد طبعا الجمهور، ودائما بيظل اللاعب رقم واحد اللي هو الجمهور. فان شاء الله يا رب متأملين خير يا رب. ان شاء الله ان شاء الله فالكم الفوز وياكم ان شاء الله. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه وترجع بالسلامه. مشاهدينا نفس ما شفتوا الروح الوطنيه والجمهور اللي صراحه اول ما دخلت المطار انصدمت من هالكم الهائل من الجمهور الغفير اللي رايح راح يكون مع المنتخب. اتوقع هذه بروحها تكفي ان احنا كنا مع بعض يد واحده وطنيه، كبير صغير، نساء وايضا رجال وايضا شباب واطفال متواجدين عشان يروحون يأزرون المنتخب ويرجعون إن شاء الله بالفوز، وإن شاء الله راح نرجع بالكاس هذه السنة. مشاهدينا بشذي أكون وصلت لنهاية تغطيتنا، عودة للاستوديو مع الزملاء. شكراً شكراً لك زينة. أكيد نفس ما قال يمكن ضيف زينة قبل شوي، نعم. اللاعب الأول يتم الجمهور البحريني، أكيد. يعني أعداد كبيرة شفنا. صحيح. جمهور غفير رايح يشجع المنتخب. الحلو في الموضوع أحمد أن جميع الجهات تعاونت عشان الجميع أن يكون متواجد، جمهور البحريني يكون متواجد. بس إحنا أكيد نذكر كل المشاهدين أن إحنا رياضة، والرياضة فوز وخسارة. صحيح. وإحنا الشعب البحريني معروف بالروح الرياضية، فالله لا يقوله الله لا يقوله، بس إن خسرنا خلكم متمسكين بهذه الروح الرياضية. من حبنا لهذا الوطن وحق هذه الأرض الطيبة. أكيد. هذا أكبر من أي شيء، وهذا انتصار. حبنا تجمعنا مع بعض وتكاتفنا مع بعض. صحيح. هو هذا الانتصار الكبير، وهذا هو الفوز الحقيقي. بالتأكيد أحمد، وأكيد نقول حق الأحمر بالتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله فالنا الكاس. أما كذي مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقة شمس البحرين اليوم، ونلقاكم باكر إن شاء الله في نفس الموعد. وراك يا أحمرنا، نشوفكم باكر ومع ألف سلامة.